الشيخ أحمد الفهد، الرياضي أو السياسي، أين تجد نفسك أنت شخصياً، في الرياضي أم في السياسي؟ طبعاً كرياضي بالقصب، يعني بهواية أنا خاشة في هواية ما نعرفها. أنا أعتقد يعني بدأنا نعمل استراتيجية. أحمد الفهد في الديمقراطية، في حرب للديمقراطية. إذا الشيخ أحمد الفهد ينظر إلى الديمقراطية في الكويت حالياً ومستقبلاً كخيار لا رجع. لا أخطط. كيف توازن ما بين مسؤولياتك كرئيس للأوبك، الدول المنتجة للنفط، ومسؤوليات هذه المنظمة مع الدول المستوردة والعالم المستهلك؟ ما وجدت أن هذا فيه تحدي مسؤولية؟ أول شيء قفل. أنا من الناس اللي لا أؤمن تطلع عن محيطك السياسي. إيه؟ أهم بند يضع الشيخ أحمد الفهد في خطة للكويت سنة 2025، السنة اللي أتيت فيها كرئيس. هذا حلم أنا أعتقد يعني يراودني بشكل كامل، وقاعد أمشي خطوات. يعني لا تقول بعد دعم في الحكومة ما تسوي، لا قاعد أمشي ونجد دعم سمو الرئيس أمانة. أنا أعتقد هذه الكويت ستكون كويت جديدة جميلة. نعم. لما يبقى هل تترك أمورك يا شيخ أحمد الصدفة؟ لا بارك الله، لا بارك الله.